رشدي أباظة الدون جوان معشوق النساء كان حلم كل فتيات جيل الخمسينات والستينات. نشأت قصة حب بين رشدي أباظة ومجدة اللي شاركته في فيلم المراهقات والقبلة الأخيرة وغيرها. كان بينهم إعجاب ولاحظوا الجميع عليهم، وكان رشدي بيحبها جدا، ومعروف عن مجدة إنها بتحب الرجالة الوسيمين، فحب رشدي أباظة إنه يكلل قصة حبهم بالزواج، فتقدم لإخواتها علشان يطلب إيدها، ولكنهم رفضوا لأنه كان متعدد الزيجات، ده غير إنه كان بيشرب خمرة وده ما يتناسبش مع عائلتها، ورفض الزواج برغم حب مجدة الكبير له وإعجابها بشهامته، ولكن لم يحدث بينهم نصيب. أما عن الفنانة سميرة توفيق فكانت أيضا بتحب رشدي أباظة وهو كمان كان بيحبها، فقصة حبهم نشأت أثناء تصوير فيلم بدوية في باريس. فخلال التصوير اعترف رشدي أباظة لسميرة إنه بيحبها جدا، فحب يكلل قصة حبهم بالزواج وراح لأهلها، ولكنهم رفضوا طلبه لأنهم عيلة محافظة ولم يتفقوا على الارتباط برشدي أباظة. أما عن الراقصة زينات علوي فرفضت الزواج من رشدي أباظة بسبب عقدة سببها ليها والدها اللي كان بيعملها بأسوأ. نشأت العلاقة بينهم بعد فيلم الزوجة 13، ورفضته بإصرار لأنها ما حبتش تخون سامية جمال اللي كانت زوجة رشدي أباظة في الوقت ده. أما عن الفنانة هند رستم فقيل إن هي رابع النجمات اللي رفضنا الارتباط برشدي أباظة حيث شاركته في عدة أفلام منها صراع في النيل وبفكر في اللي ناسيني، فتقدم لخطبتها ولكنها رفضته وفضلت عليه الدكتور أحمد فياض، وده حسب تصريحات بنتها بس. أما عن الفنانة يسرى اللي شاركها فيلم بيضة سنة 1980، فكانت يسرى في بداية مشوارها الفني ونشأت قصة حبهم، ولكنها رفضت الارتباط بيه واعتذرت له عن الزواج لأنها في سن اسمة بنته. وسادسهم كانت الفنانة سميحة توفيق اللي تنافس على حبها رشدي أباظة وفؤاد المهندس، ولكنها رفضت الزواج من الاتنين.